الناس اللي انا دايما شغالة. طبعا انا اشتركت في مكالمة الطفل، وكان طبعا ده انجاز حلو، وهو كان عارف فعلا يعني فرحانة ان انا اشتركت في حاجة زي كده، واكيد عارفة ان انا اكسب منها معلومات وحاجات حلوة وهستفاد منها كتير. في حد من اخواتك اشترك قبل كده؟ ايوه، عندي اخويا اسمه عمر اشترك فيها، وطبعا حب جدا انه بيحب اصلا يتعرف على الاليات ويعرف اللي جواها، بالذات في مجال التكنولوجيا والاستماع. ومين اللي بيساعدك بقى بنتي تجاهنا؟ بابا وماما، وليهم الفضل الكبير جدا طبعا جدا، ويعني وانت نفسك تدخلي ايه بقى بعد؟ ان شاء الله بالتوفيق يا جميل. وانا كان ليا ابني الكبير كان في دفعه 2018، جينا هو التجربه كانت حاجات هو عارفها اوريدي ما استفادش منها قوي، زي حاجات الساينس والروبوت، لان اوريدي كان واخد فيها كورسات من ارت، بس استفاد قوي كليه الزراعه وكليه الطب، كان مبسوط قوي بالتجربه. والرحله طبعا اللي في اخر يوم كانت جميله جدا، واحنا كملنا على سن الليفلز اللي جايه بقى ان شاء الله ياخد فيها حاجات اعلى ويستفاد فيها اكتر. قدمت في نفس السنه على طول اخوه، بس جت كورونا بقى وقفنا كل حاجه، واحنا جينا دلوقتي عايزين نكمل ونشوف الليفلز اللي جايه فيها ايه، الولاد هتستفاد ولا لا، او ان شاء الله تكون تجربه كويسه باذن الله. ان شاء الله. جاية هنا هتتعلمي ايه بقى؟ عايزة اتعلم كل حاجة، عايزة لما اكبر عايزة ابقى حاجة كويسة. سارة حمدي محمد حافظ، انا والدتها، ومحمد محمد حمدي حضرة مؤتمر القومي لجامعة الطفل في 2019 قبل موضوع كورونا، وكانت الحمد لله كانت قايمة بمشروع اللي هو تطوير تدور بناء الأهرامات، وقام فيه والحمد لله حضرته كانت واجهة مشرفة جدا لجامعة المنوفية هنا. وانت جيت النهارده محمد ليه النهارده بقى؟ انا عايزاه ياخد نفس التجربه، يعني يبقى في اعتماد على النفس برضه. كنت بسيبه هنا مع زمايله بيلفوا على الكليات وبيشوف ميوله في انهي كليه بالظبط. وانت يا سارة؟ والد سارة. اهلا بحبك. وانت يا سارة ايه اللي عجبك في التجربه كلها بقى؟ كانت جميله، خليتني اعتمد على نفسي اكتر واشوف حاجات كتير، واشوف حاجات كليات، واشوف اللي انا حباه، وزمايلي كلهم مع بعض. المؤتمر اللي رحنا هناك قعدت 4 ايام مع زمايلي من كل مقاولات مصر، كانت التجربه حلوه. اول مره تسيبنا يعني، فعلموها ازاي تعتمد على نفسها، ازاي تعيش لوحدها مع زمايلها. كان فيه شغل حلو بصراحه من الدكاتره معاهم، يعني كانت نقله تانية خالص بالنسبه لصالح. وحضرتك انا من هنا من شبين ولا من؟ لا احنا من البابور. اهلا وسهلا بيك، نورتونا وشرفتونا، وقبل محمد ان شاء الله المره الجايه.